السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مراجعة الفصل الثاني شاملة لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. مراجعة مهمة، نبدأ بالتمرين الأول. ضع خطا تحت الجملة الفعلية وخطين تحت الجملة الاسمية. نبدأ بمراجعة الجملة الفعلية ومراجعة الجملة الاسمية. الجملة الأولى، سنقرأ الجمل. بنى سيلونيس دارا بعيدا عن ضوضاء المدينة. نفخت الريح بقوة مقتلعة القبعة. تحرك الرياح الطاحونة على مدار السنة. الأشجار عارية. البراعم طرية. فصل الربيع، هبت الريح. النهار طويل. اكتشف الحل. الجو لطيف. الشتاء بارد. إذن الجملة الأولى، بنى سيلونيس دارا بعيدا عن ضوضاء المدينة، هي جملة فعلية. سنضع خطا تحتها لأنها ابتدأت بفعل بنى، إذن سنضع خطا واحدا. هي جملة فعلية، جملة فعلية نضع عليها خط. نفخت الريح بقوة مقتلعة القبعة، جملة فعلية لأنها ابتدأت بفعل، إذن سنضع خطا. تحرك الرياح الطاحونة على مدار السنة، هي جملة فعلية لأنها ابتدأت بفعل تحرك. الأشجار عارية، هي جملة اسمية، نضع خطين، خطين على الجملة الاسمية تحت الجملة الاسمية. الأشجار عارية، هي جملة اسمية لأنها ابتدأت باسم. البراعم طرية، هي جملة اسمية، نضع خطين لأنها ابتدأت باسم. فصل الربيع، جملة اسمية لأنها ابتدأت باسم. فصل الربيع. هبت الريح، جملة فعلية لأنها ابتدأت بفعل، نضع خط واحد. النهار طويل، جملة اسمية، نضع خطين لأنها ابتدأت باسم. اكتشف الحل، هي جملة فعلية، خط واحد. الجو لطيف، هي جملة اسمية لأنها ابتدأت باسم. الجو لطيف. الشتاء بارد، جملة اسمية، نضع تحتها خطين لأنها ابتدأت باسم الشتاء الجو. الآن ننتقل إلى التمرين الثاني. ضع الضمير المناسب مكان النقاط. أكتب، نكتب، تلميذ، تلاميذ، طفل نظيف، طفلة نظيفة، طفلان نظيفان، طفلتان نظيفتان، أطفال نظيفون، بنات نظيفات. سنضع ضمائر المناسبة. إذن أكتب، سنضع أنا أكتب، نحن نكتب، أنا تلميذ، نحن تلاميذ، أنت طفل نظيف. أنت، نضع ضمائر، أنت طفل نظيف، أنت طفلة نظيفة، أنتما طفلان نظيفان، أنتما طفلان نظيفان، أنتما طفلتان نظيفتان، أنتما طفلتان نظيفتان، أنتم أطفال نظيفون، أنتن بنات نظيفات، أنتن بنات نظيفات. وضعنا الضمائر في المكان المناسب. الآن اختر الجواب الصحيح مما بين قوسين. نختار التاء المناسبة. أشرقت الشمس، أين هي التاء التي نضعها؟ هل التاء المفتوحة أو المربوطة؟ إذن الكلمة هي فعل، عندما يكون فعل دائما نضع التاء المفتوحة. إذن هذا الجواب الصحيح، نقول أشرقت الشمس. أرسلت، تاء مفتوحة وتاء مربوطة، سنضع التاء المفتوحة. أرسلت أشعتها الذهبية. الذهبية هي اسم، الذهبية هي اسم بالألف واللام، إذن نستعمل تاء المربوطة. الذهبية. على حديقتي، نضع التاء المربوطة، حديقتي. منزلنا، فابتسمت
فابتسمت فعل، ابتسم هو فعل، إذن نختار التاء المفتوحة. فابتسمت وغردت تاء المفتوحة هو فعل، دائما الأفعال تأتي معها تاء مفتوحة. العصافير. تعرت نضع تاء مفتوحة فعل. خفت تاء مفتوحة فعل. جاءت فعل نضع تاء مفتوحة. سقط تاء مفتوحة. بدأت تاء مفتوحة. دائما الأفعال نضع معها تاء مفتوحة أو جمع مؤنث سالم. أو إذن الآن التمرين الرابع، ننتقل إلى التمرين الرابع. هات مثنى الكلمات التالية: عندي كرة. لاحظ معي الكلمة هنا في الأخير ضمة، تنوين بالضم. إذن عندما تكون الضمة نضع الألف واللام، الألف والنون. كرتان، كرتان. لاحظ ملعب هنا ينتهي بالضم أيضا، تصبح ملعبان، ألف والنون، ملعبان. عندما تنتهي الكلمة بالضمة نضع الألف والنون، أو عندما تنتهي بالفتحة والكسرة نضع الياء والنون. مثلا نقول كراتين، كراتين، أو كراتن، كراتن. ماذا تصبح عندما تكون هكذا كلمة؟ كرتين، تصبح ياء والنون، كرتين. مثلا نقول ملعب أو ملعبا، ملعب، ملعبا أو ملعب، تصبح ملعبين بالياء والنون، بالياء والنون. الآن ضع خطا تحت المثنى. التمرين الخامس، نقرأ الفقرة التالية: لعبة خديجة دمية جميلة، لها عينان زرقاوان وشعر أشقر وفم مفتوح الشفتين ويدان ورجلان. عقدت خديجة في شعر دميتها ربطتين ووضعت في يديها سوارين. إذن سنبحث عن المثنى، يكون اثنان ينتهي بالألف والنون أو الياء والنون، ونضع خطا تحتها. لاحظ معي عينان، ألف والنون، إذن سنضع خطا تحت المثنى. زرقاوان، نضع خطا تحت المثنى، هاي ألف والنون. الشفتين، ياء والنون، الشفتين، اثنان. ويدان، ألف والنون، ورجلان، ألف والنون، مثنى. عقدت خديجة في شعر دميتها ربطتين، اثنان ربطتين، ووضعت في يديها سوارين. هنا وضعنا خط تحت المثنى. الآن ضع كان وأخواتها في المكان المناسب. التمرين السادس، الفقير غنيا. أصبح الفقير غنيا، أو صار، تحول، تحول، صار الفقير غنيا. الحاكم مستبدا، الحاكم مستبدا. كان الحاكم مستبدا، كان الحاكم مستبد. الدقيق خبزا، أصبح الدقيق خبزا، أصبح الدقيق خبزا. الفقر عيبا، عيب، ليس الفقر عيبا، سنضع ليس الفقر عيبا. القمر نوره ساطع، بات القمر نوره ساطع. الآن التلميذ نشيطا، نشيطا، أمس التلميذ نشيطا. إذن الآن ننتقل إلى التمرين السابع. ضع اللتان اللذان اللواتي اللذين في المكان المناسب. جاء اللذان سافرا، سنضع الاسم الموصول اللذان. تجتهد البنتان اللتان، سنضع اللتان هي للمثنى. سافر الحجاج الذين جاء دورهم، الذين. طلب المعلم من الذين رسبوا في الامتحان الاجتهاد، من الذين رسبوا في الامتحان الاجتهاد. غاب الطالبان اللذان، اللذان رسبا في الامتحان. وصلت البنتان اللتان نالتا الجائزة. الطبيبات اللواتي، اللواتي يدخلن المستشفى كثيرات. الآن التمرين الثامن، ضع الضمير المناسب
هو هي هم هما هن في مكان النقاط. تلعب في الحديقة، سنضع الضمير هي ضمائر الغائب. يجلسن على الكرسي، هن يجلسن على الكرسي. هو ينام على السرير. هما يلعبان بالكرة. هما تحضران وجبة الغداء. هم يضعون القمامة في الكيس. وضعنا الضمائر في المكان المناسب. الآن ننتقل إلى التمرين التاسع والأخير. أضع الذين التي الذي في المكان المناسب. أحمد الذي يجمع الأصداف. أصدقاء أحمد هم الذين يجمعون الأصداف. خديجة هي البنت التي تجمع الأصداف. النملة هي التي تجمع الحبوب. إذن كانوا هذو تمارين شاملة للفصل الثاني لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. إلى اللقاء وبالتوفيق.